اللي يصير حادث على الجدار هذا الجسر الوحيد اللي يصير عليه حوادث كثيره. اشنو اسباب هاي الحوادث؟ اسباب السرعه والزحام والطرق وهذه ماكو ازدحام سيارات كثيره وطرق مسدده يشتغلون مجاري وشغلات هاي السوالف هاي سوى الزحام. السرعه لها سبب؟ شلون ما لها سبب؟ السرعه لها سبب لو كاميرا وتحاسب السائق ما تصير. يعني هو على الجسر تكون كاميرا؟ هي كاميرات هي اللي يتجاوز مثل ما مكتوب 40 الى 50. نعم مثل الشمال عندنا الشمال يا اخوي اخوهم خير منا الشمال اخوي كردستان؟ اي اخوهم خير منهم شنو الاحسن منهم؟ موجودة. اي نعم موجوده كاميرات مال السرعه وكذا تضمن حق المواطن تضمن حق المرور تضمن كل شيء. اكثر شيء السرعه. يعني السرعه المقرره مكتوبه على اللوحه 40 او 50 هي مقرره هي هذه مكتوبه 40 او 50 يمشون. والله اكو يمشي 70 اكو 80 يعني ما كنت التزام بالسرعه يعني لا حتى سيارتك تكبرها مع يعني ما اي صحيح صحيح يعني لا, لا, لا فوق هذا فوق ال 70 فوق ال 70 الحمل ايضا اي نعم ايش الحمل انا اقول لو يمشون وقت معين ماكو اي تاثير بس سبحان الله السرعه هي جعلها في اكثر شيء سبب السرعه اي نعم بس السرعه وهم يعني ما يلتزمون بالسير والاعمار مالهم ما يجوز ما عنده شو اسمه اجازه السوق يعني بعض منهم ما عنده اجازه السوق وسبب السرعه هم ما يعرف يسوق ويجي يعبر الجسر فسبب حوادث اي نعم مكتوب 40 الى 50 يعني شوف انه بعض السواق يكتبون باين ما يلتزمون توجه رساله لبعض السواق اللي ينطون سياراتهم بيد اطفالهم يلتزمون بالسرعه وما ينطون السياره بيد شخص يعني جوه 18 سنه اي وهم من اجازه السوق المفروض عنده